باقي التفاصيل. طيب ايضا معنا كمان اخت من القطاع الصحي ولها قصة نجاح. صراحة انا شخصيا لما سمعت قصة نجاحها شكرت الله عز وجل على اليوم اللي احنا بدأنا فيه في هذا البيزنس وفي هذا المشروع. صراحة بالامس يعني كنا جالسين معاها واليوم كانت عم تعمل بروفات عشان تكون واقفة قدامكم اليوم، كانت مليانة حماس وطاقة، واحنا جد صراحة فخورين جدا بهذه القصة الرائعة من ايضا اخت تعمل في القطاع الصحي منذ سنوات عديدة، وراح نسمع منها بنفسها تتحدث عن نفسها الان. اختنا وصفية مطر، حيوها. You are ready. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي وصفية محمد مطر، انا ممرضة عملت بالقطاع الصحي، خبرتي 7 سنوات، عملت في اكثر من قطاع، منها القطاعات الحكومية ومنها القطاعات الخاصة. اليوم راح احكي لكم عن قصتي مع السكر. بالنسبة لي كانت معاناة، كنت انا دايما اكثر وحدة متأخرة بالمدرسة. السبب مش لاني انا ما بحب المدرسة، السبب لاني كنت اشعر بتعب شديد، كنت اشعر بارهاق، والسبب الاكثر اني كنت دائما اكثر وحده بالنسبه لي ارفع ايدي واشارك بالحصه، مش لاني انا بدي اشارك، لاني انا كانت عندي رغبه باستخدام دوره المياه. كنت اعاني من اعراض كثير. بلحظه كنت بالمدرسه بحصه رياضه، فهذيك اللحظه كنت منهمكه باللعب، كنت مبسوطه كثير، كنت احب حصه رياضه كثير. بالنسبه لي بلحظه فقدت الوعي، ما وعيت على نفسي الا وانا بغرفة الطوارئ. في هذيك اللحظة اخبرني الطبيب باني مصاب بالسكر. كطفلة عمري 15 سنة انكرت اني انا مصاب بالسكر. ليه انا من بين كل الاطفال؟ ليه انا من بين كل الاطفال اللي بعمري انا المصاب؟ ايش السبب؟ كنت أعاني من أعراض كثير، من عطش وجوع وذهاب الرغبة المستمرة في الذهاب لدورة المياه، بالإضافة لأعراض كثير. لكن العرض اللي كان فاصل في حياتي اللي هي كان الحدث الفاصل في تغيير اللي هي تغيب الرؤية. اختفت الرؤية عندي تماماً. هاي النقطة كانت نقطة فاصلة في حياتي، لابد من إني أتخذ قرار. في هاي اللحظة قررت لازم جسمي هذا أمانة بالنسبة إلي، سوف أسأل عنها. قررت إني أتجه لطبيبي وأتجه لخطة ميديكال بلان. في هاي اللحظة كانت قراءات السكر عندي كتير عالية، كانت عالية جدا لدرجة انه الطبيب اتجه للأنسولين مباشرة. في هاي اللحظة كانت صاعقة بالنسبة لي، انا كطفلة عمري لا يتجاوز 18 سنة. في هاي المرحلة عانيت فيها من ألم الوخز بإبرة الأنسولين، وكنت في مراحل خطرة جدا جدا، وعانيت، لكن لا مفر، لابد من اتخاذ القرار. بلحظة من اللحظات تلقيت اتصال من شخص عزيز علي، كان مصدر ثقة بالنسبة لي، كان أكثر من رائع. حكت لي عن منتج اسمه الكلوروفيل، المنتج، وحكت لي عن مدى حصيلة التجارب العلمية والاختبارات اللي اجريت عليه. فانا بالنسبه لي كشخص مريض سكر وجربت كثير منتجات طبيه وغير طبيه، علاجيه وغير علاجيه، تقليديه وغير تقليديه، فكان ما كان مني الا اني انا كمريض سكر استحق اني اجرب هذا المنتج، بالاضافه لمتابعه طبيبي. فحوصاتي الدوريه كانت باستمرار، ما كنت أهمل أي فحص طبي، بالإضافة لجرعات الأنسولين كنت أخذها بموعدها. إضافة لذلك كنت أستخدم الكلوروفين.
أثناء فترة استخدامي للكلوروفيل حسيت إنه الأعراض اللي كنت أعاني منها من الجوع، العطش إلى آخره من الأعراض بلشت تخف. أنا بالنسبة إلي حسيت جزء من التعافي بلش يظهر على صحتي، حسيت إنه جزء من الأعراض ما بقدر أحكي إنها اختفت ولكن بلشت تقل وبدرجة أقل. بالإضافة لذلك وزني قل، أنا كان وزني 104 كيلو وصلت ل 80 كيلو فضل رب العالمين. بلحظة من اللحظات مع الاستمرار على تناول الأنسولين والاستمرار باستخدام منتج الكلوروفيل والأيام تلو الأيام تتوالى من 18 سنة لغاية سن 30 واستمرت سلسلة المعاناة. كل مرة كنت أخذ فيها جرعة الأنسولين كنت أحس بقمة المرارة، قمة المعاناة من وخز إبرة الأنسولين. للحظة غير فيها مجرى حياتي يوم الفحص. يوم الفحص كان بالنسبة إلي حدث عظيم، لأني أنا شخصياً كمريض سكر ما اقتنعت بالنتيجة نهائياً ولا صدقتها، لدرجة إني عديت الفحص 3 مرات في 3 مراكز مخبرية من المراكز المخبرية المعروفة. أنا نفسي كمريض سكر لا، هاي مش نتيجتي أبداً، هاي مش إلي ولا يمكن تكون قراءتي. أنا قراءاتي كانت دائماً تتراوح بين 10 و11، عمرها ما وصلت لهيك. كان هول الصدمة، السكر عندي 4.7. بالنسبة لإلي حدث ولا أروع. في البداية كنت منكرة، لكن الحمد لله رب العالمين من علي بنعمة التعافي، رب العالمين من علي بنعمة التشافي. أنا ممتنة لرب العالمين، أنا ممتنة وبشدة، أنا ممتنة وبشدة لأنه رب العالمين أكرمني، رب العالمين أكرمني بأنه أنا استفيد. أنا تقريبا رح أتعافى، أنا بالنسبة لي رح تقريبا رح أتخلص من مشكلة السكر. أنا ممتنة لذلك الاتصال اللي غير كل مسرى حياتي، غيرها للأفضل. شكرا يونيسيتي. حيو 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 وصفية. أنا خفت ينزل مع السندر الطبخ على الستيج. صراحة يعني من أروع القصص اللي مرت علينا. كمان مرة تحية لأختنا وصفية، صدقا بالأمس يعني كان شعور جدا رائع لما كنت أول مرة بسمع هذه القصة، وكانت يعني العبرات تلاحق البسمات بفضل الله عز وجل أنه صار في إنجاز رائع مع أخت أصلا تشتغل في القطاع الصحي وكانت متابعة ومثابرة مع الطبيب تبعها بالجرعات.